بمناسبة بقى الحديث عن حقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان، لا يفوتني إن أنا أحكي لحضراتكم عن وفاة المعتقل في السجن حسن حميدة داخل سجن المنيا العمومي. الله يرحمه الحاج حسن، أنا معرفوش شخصيا لكن طبعا من دقنه أقدر أقول لك ده من عني طيار، وبالتأكيد مدام منياوي أقدر أقول لك إنه ده راجل عنده أفكار إسلامية بشكل طبيعي. لكن هل المفروض الحاج حسن وزملائه أو إخوانه أو رفاقه يظلوا في السجون بلا أي إحساس برغبة حقيقية عند هذه البلد في تنفيذ القانون؟ ما ذكرتش كويس ملف الحاج حسن، لكن بالتأكيد بالتأكيد هو زيه وزي أكتر من 60,000 شخص بيواجهوا اتهامات سياسية وقاعدين في السجون بلا سبب معين. في الحقيقة كان في هنا بيان وانا كنت تليته على حضراتكم في اول يوم رمضان، كان صادر باسم الهيومن رايتس ووتش مع مركز او مؤسسة سيناء، كانوا بيناقشوا قضية الافراج عن قيادات في داعش او عناصر في داعش باتفاقات امنية واضحة، وكانت المؤسسات بتطالب بتنفيذ القانون ومراجعة حجم الجرائم اللي ارتكبوها هؤلاء الدواعش في سيناء وخصوصا تجاه المدنيين. وجهة نظر المؤسستين صحيحة من حيث المذهب والفكر الحقوقي والقانون، لكن بشكل سياسي واجتماعي وموضوعي أنا لازم أبقى مبسوط كمواطن مصري للإفراج عن أي سجين، خصوصا لو كان سجنه في احتمالية أو شبهة مش بعيدة عن شبهة الظلم، وبالتأكيد حتى لو كان مختلف معايا، يمكن بالتأكيد بتمنى كل المختلفين معايا يخرجوا من سجونهم ويعودوا مرة أخرى لأسرهم، ويمكن دي تبقى مقدمة موضوعية ان احنا نناقش ملف طالما يتهرب منه هذا النظام وهذه الشاشة لا تتهرب منه وتتحدث عنه طوال الوقت، وهو ملف المصالحة الوطنية الشاملة. يعني الدولة اللي كانت في لحظة من اللحظات قادرة على انها تقرر انها تخرج رجال شالوا السلاح وقتلوا من رجال الشرطة والجيش معرفش قد ايه، لكن احنا الارقام الحكومية الرسمية بتتكلم على اكتر من 3000 شهيد في سيناء. هي نفس الدولة اللي تقدر تعمل مصالحة وطنية مع المصريين في السجون وفي الداخل وايضا في الخارج. يا رب يبقى كلامنا خفيف عليهم ويسمعوا نصيحة حقيقية بأن اللحمة الوطنية والوجود الوطني الجماعي لمواجهة ما سنشاهده وسنواجهه في المستقبل القريب أهم كتير من شخص واحد في النظام أو عدد من الأشخاص، وأهم كتير هو وجود واستمرار اللحمة الوطنية الشعبية المصرية بمعارضيها، بل بمعارضيها الأكثر شراسة، لأن مصر طول حياتها طول عمرها فيها معارضين وطول الوقت فيها ظلم، بس طول الوقت كان فيها عقول مفتوحة وأذان تسمع وتتخذ قرارات وتفاوض وتجادل وتناقش الملفات السياسية المختلفة مع كل الأطراف. مش كانتش بتقبلها طول الوقت لكن كانت بتسمعها. الوضع النهاردة مختلف. في محاولة للحفاظ على مزاج السيد الرئيس في آلاف في الحقيقة في السجون، لأنه الراجل ما بيحبش يعني حكاية المعارضة دي قوي،